السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلومة في أقل من دقيقة عن متصفح جوجل كروم. من ضمن الاختصار والروابط المهمة اللي هي كنترولتي، بنضغط على أي مساحة فاضية من هنا بالكليك شمال ماوس وبندوس كنترول تي، يفتح معانا نافذة جديدة، يفتح معانا نافذة جديدة زيها زي ما بندوس على إيه، على حرف الزائد دوت. يبقى هنا كنترول تي بيقدر يفتح نافذة جديدة. لو انت مشغول في اي نافذه مثلا وليكن جوجل درايف، وهنا كنترول تي بيسيبها زي ما هي ويفتح لك نافذه مره اخرى. ده بالنسبه لاختصار الكيبورد لمتصفح جوجل كروم. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.